يا ربي ناس متهوى ترد لينا. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا بابا. عوين يا ناجح؟ عوين بدي اروح طبعا على جديد. كل يوم بتطلع نفس الموعد ونفس الطريق، يعني بدك يقتلوك؟ خليها على الله ام خالد، الموضوع انتهى خلاص. شو بترسم؟ برسم حنظلة، شو رأيك؟ كيف انتهى الموضوع؟ وامبارح بس مهددينك على التليفون. يا مرة خليهم خايفين مني، ليش بدك تخوفيني منهم؟ على الأقل غير مواعيد خروجك. حاضر ماما، ما تخافي من بكره. تحب اجي معك ونترك البيت بدون رجال؟ سلام. مع السلامه. طمني اول ما بتوصل ان شاء الله. ولدت حيث ولد المسيح بين طبريه والناصره في قريه الشجره بالجليل الاعلى. اخرجونا من هناك وعمري 10 سنوات عام 48 الى مخيم عين الحلوه بلبنان. اذكر هذه السنوات العشر أكثر مما أذكر بقية عمري. أعرف العشب والحجر والظل والنور هناك، لا تزال صورها ثابتة في محجر العين كأنها حفرت حفرا. أرسم، لا أكتب أحجبة، لا أحرق البخور، ولكنني فقط أرسم. إذا قيل إن ريشتي تشبه مبضع الجراح أكون قد حققت ما حلمت طويلا بتحقيقه. كما أنني لست مهرجا ولست شاعر قبيلة، أي قبيلة، لست محايدا،
أنا منحاز لمن هم تحت، لمن ينامون في مصر بين قبور الموتى، ولمن يخرجون من حوالي الخرطوم يمزقون بأيديهم سلاسلهم، ولمن يقرؤون كتاب الوطن بالمخيمات. أنا ناجي العلي، رسام الكاريكاتير العربي من فلسطين.
وفي وقت. خبر سيء يا شباب. خير؟ اغتالوا ناجي العلي بلندن. ناجي؟ ايه العلي؟ خرسين؟ يلا لشوف. الله معك. احمد علي احمد. ايوه. يلا. The bullet has injured the brainstem. It is advisable to move the patient to a bigger and a more equipped hospital. You have to wait and see if he's not in a coma. قتل ناجي مش اللي قوص. Please doctor, could you tell me frankly what exactly his case? We are waiting to see any lymph movement, which will prove that he is not in an aggreversal coma. Can't we do any surgery to give him? Not before we prove that he is still alive and not brain dead. ملعون ابو الانجليز عابو خيانه. وكاله الغوص ما صرفت البطاطين حتى هلا. قالوا هدنه يا ابو ناجي. شو معناها هدنه؟ خلاص ما في حرب، كلها جيوش ما قدرت على شويه صهاينه. يا عمي الانجليز، الانجليز وعصبه الامم. لازم ندخل لجوا ونحارب بايدينا. ما راح نقدر عليهم. بس اكيد الجيوش العربيه راح ترجع وتحارب، مو معقول تخلينا هيك بين السماء والارض. بتوسخها؟ انا ما بوسخها، انا برسم عليها. وكمان بترد؟ امشي ولا. شو في؟ بدهم يعملوا مدرسة. مدرسة؟ لمين؟ إلنا، لسكان المخيم. ليش مش راجعين بيوتنا؟ مش باين، بس انا تركت كتبي ودفاتري بالضيعة. اللي حصل لناجي، يا ما نبهته وقلت له ليجيب سيرته. كيف حاله هلا؟ الدنيا غير دنيا، حدا عارف ان كان حي ولا ميت. ليش ما نقلته على مستشفى اكبر من هاي؟ دكاتره منتظرين وثبت انه بعده حي. شو
ناجي ناجي وداد ناجي حي ناجي حي أول ما سمعت الخبر جبل بدي أدخل عندي ونسأل المعلومات منك زوجته حتى زوجته صار بتظن إنه المثال هو اللي حاول يقتله بعد أنت وياه بعد بعد ألو ألو سامر سامعني سجل عندك سجل نقل ناجي العلي إلى مستشفى شرين كروس المجهزة بأحدث الآلات والمعدات الطبية وقد رفض الأطباء الذين يتولون رعاية ناجي التعليق على حالته الصحية لكن التقارير الطبية أفادت أن جهازه العصبي سليم إنه يستجيب للأوامر بتحريك أعضائه وإن نبضه انتظم نسبيا ويمكن القول إن ناجي العلي قد اجتاز مرحلة الخطر وأنا دلعونا وأنا دلعونا موتوا من القهر يلي قهرتونا لا دلعونا أنا دلعونا بخير لدلعونيك طيب ابدأ أنت أبو منصور على المتراس وابعث أبو جابر تفتكر مين حاول قتله؟ ما زال التحقيق جاريا مش هيك بيقولوا كل مكان المجرم شي كبير ولك لسه بتسأل وكأنك منك عارف شو قصدك؟ يا ابو عبد ما هي باينه زي الشمس اي شمس ناجي ما ترك حدا بكل كاركاتير كان بنتش كذا زعيم وكذا نظام ومع هاد بقول لك باينه زي الشمس الاذن يا جماعه قبل ما تعملوها حركه ويمثلوا فيها كم واحد اقول لك يا ابو عامر مين اللي هدد ناجي بالقتل؟ مين اللي طرده من الكويت؟ ها؟ بقول الخبر انه البوليس الانجليزي قبض على عميل الموساد ومشتبه فيه انه هو اللي اغتال ناجي معنا تكون معنا كيفين معنا كيفين معنا بناجي ناوي معنا قوم معنا كذب 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 معنا امشي اطلعي برا حقت عليا من الاتهام بنت مجنونه وعرفت زي عقلها انا عملت كلكم ولولا الاتهام منك مرافقي يا حق فاطمه امي نامي ونامي سبك ابو ناجي نحن كنا زعلانين على ناجي وعارفين قديش كان صديقك لكن الاكل ما له دخل وبعدين احمد ربنا انه لسه حي انا مش زعلان على ناجي زعلان على حالنا وعلى اللي وصلنا له القصة مش قصة ناجي يا مرة قصتنا نحن لوين رايحين لوحتك معبرة ممكن اخدها؟ ممكن بس بعد الحفلة؟ طبعا طبعا وتصيح ما جابت وتصيح ما جابت او جابت 12 ولا يد والشمس ما غيبت ناجي ناجي
ناجي خير؟ احزر ايش معاي؟ جريدي شايفها؟ احزر ايش فيها؟ اوعى تقول ان نصرت لي. فعلا تبارك انت نصرت فيها. يتحدث. ايوه يا صالح. الامانه وصلت وتوزعت على الشباب. طيب فتحوا النقر منيح وخلوني انا. يعني مصر تحكي بالسياسة؟ هاي مش سياسة، أنا بحكي عن وطن. هاي ناس وشغل. أنت عنا هون لازم تعرفوا إنه هالبلد له سياسة وقوانينه. بس إحنا كلنا عرب ولازم. بلا كلام فاضي وفلسفي. ما حكي على الخربشات اللي بقى طعمي. اللي تسميها خربشات عمره ما بتسمعها. المرة الجاية حتمحيهم بلسانك. ترسم تاني ويبعوه وترسم تاني. هيدا درك يا ناجي، بدك تتعلم الرسم على اصوله يا ناجي. دراسه بدها مصاريف، سفر لبيروت او القاهره. خلينا ببيروت انا. من وين بدي اصرف؟ كيف بدي اعيش؟ اشتغل وتدرس ببيروت. بيروت؟ حتى ببيروت حنعيش بخير. اشكر ربك اللي سمح لنا صاحب الكراسي اننا ننصب الخيمه، ولا كنا ننام بالشارع. يا اخوي بحلم عيش بنايه مثل كل الناس. يا عمي والله ما في احلى من الخيمه والمخيم الا شيء واحد، فلسطين يا سليم. والله ما في احلى منها. فين فلسطين يا ناجي؟ صارت بعيده واحنا اللي بعدنا. الكلاب هن اللي قتلوه. مين هن هدول الكلاب؟ ساعات خليني بهمي، انا تعبانه كتير. ما فيك تقولي كلمه؟ طب اذا تعبانه لهالدرجه اكتبيها. بس قولي لي شو قال لك ناجي. يا سعاد صدقيني ناجي كلامه عام، ما قال شي محدد. بالعكس طول عمره ناجي كلامه واضح ومحدد وبيعرف مين هن اعدائه. ام خالد القضيه كتير كبيره وناجي ما له شخصيه عاديه. يا اخت سعاد قضيه ناجي صارت بايد البوليس وبعده عم حقق فيها. اي بوليس يا استاذ محمود؟ البوليس الانجليزي اللي بيعتبرنا كلياتنا ارهابيين. يلا يا ام خالد طالما طمنا عليه وجودنا ما عاد يعمل له شيء. بالعكس بيعمل له كل شيء. اذا بتقولوا يلي بتعرفوه. نحن كل شيء بنعرفه قلناه بمحضر البوليس. خلصنا. Thank you.
حلو حلو والله يا ناجي. شو جميل ولماح انت ورسمك يا اخي، بس في شغل صغير تاني يا ابو هادي. وحده باثنين بدك تختارها، يا سجن يا اعدام. يعني ما راح تنشرها؟ كرمالك يا ناجي، قد ما هي حلوه كثير بتزعل الناس كثير. يا عم انشرها وخليهم يزعلوا ولا يتفلقوا. ما سمعت عبد الناصر لما طلب انسحاب القوات الدوليه من العقبه؟ الحرب حتشتعل. ما خليت لنا صاحب، كل يوم احتجاج، يوم سفاره، يوم وزاره، يوم زعيم. بس لو بتغير. ما بغير. هيك راح انسم لك غيرها. ما سمعتوش الاخبار؟ خير يا وليد. اسرائيل اجتاحت سينا. لقد أصابت قوات العدو الإسرائيلي صباح الخامس من يونيو بغارات جوية على كل من مصر وسوريا والأردن، تبعتها بتقدم قوات ألمانية في سيناء وعظمة الجولان والضفة الغربية، واشتبكت في معارك طارئة مع القوات المصرية والسورية والأردنية، ولا تزال هذه المعارك مشتعلة حتى هذه اللحظة. هذا وقد ألقى الرئيس جمال عبد الناصر بيانا هاما إليكم فيما يلي تسجيلا كاملا لهذا البيان. إنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ناجي ناجي ناجي، معقول يا ناجي انت جاي عشان تنام؟ الناس كلها فرحانه وزايطه. امسك يا راجل امسك اللحم استوى. خذ يا ناجي. كل هدول اصحابك شو رايك؟ كلهم مدرسين. اصحى يا ناجي، هدول مدرسين قبل الظهر، وبعد الظهر كلهم رجال اعمال. اعمال ايه اعمال؟ لكن مثلك حامل السلم بالعرس، هاي محمود وكيل سيارات. اه صحيح. شو رأيك يا ناجي أعمل أنا وياك شركة مقاولات؟ والله فكرة يا ناجي، محمود شاطر والخليج كله مشاريع. شو قلت؟ شو قلت؟ ولا شيء. جميل. انا بدي اغير هالسنة ورايح على تايلاند. مين بدي يروح معي على مصر لتقضية حرب الاستنزاف؟ لابد انك بدك تاخذ معك مصور. ناجي قديش الدينار اليوم؟ ما بعرف. ناجي خلصت الرسم؟ لا. ليش؟ ماني قادر ارسم، تاخرنا على المطبعة. عن شو بدي ارسم؟ عن مربية ولا تايلاند ولا عن المصيبة اللي احنا فيها؟ ملعون ابو الرسم والكتابة، من بكره رح اشوف لي شغلة تانية. Thank you.
وليش داير ظهرهم الناس؟ من يوم ما خرج من فلسطين وهو عم بيطلع عليها، وعشان الناس دايره ظهرها لفلسطين صار بيتهيألك انه داير ظهره للناس. فكرة عظيمة، بس لازم نشرحها للقارئ. عزيزي القارئ، اسمح لي اقدم لك نفسي. اسمي حنظله، اسم ابوي مش ضروري، امي اسمها نكبه، نمره رجلي ما بعرف لاني دايما حافي. جنسيتي انا مش فلسطيني، مش كويتي، مش لبناني، مش مصري، محسوبك انسان عربي وبس. التقيت صدفه بالرسام ناجي كاره شغله لانه مش عارف يرسم، وشرح لي السبب. كل ما بيرسم يا بيحتاج زعيم يا وزاره يا سفاره، وقال لي ناوي يشوف شغله غير هالشغله. بعد ما طيبت خاطره وعرفته عن نفسي قلت له انا مستعد ارسم عنه كاريكاتير كل يوم، وفهمته اني ما بخاف من حدا غير الله، واللي بده يزعل يروح يبلط البحر. الو ناجي، ناجي، انا ابو احمد، كيف حالك؟ ايه عم بحكي من بيروت. الو ناجي، شو عم تعمل عندك يا صاحبي؟ بيروت اشتقت لك، محتاجينك معنا بالسفير. لا لا كتير، اسبوع واحد بيكفيك، ناطرينك. ماشي، صباح الخير يا شباب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كيف صحتك؟ اشتقت لكم. شو هذا كله؟ صار عندنا جريدة إلنا نحن ما حدا شاركنا فيها؟ صحيح يا أبو خالد. شو محمد؟ بدنا نفضح كل ولاد الكلب. هذه شغلتك يا أخوي. وإني لا صاحبها. تفضل أبو أحمد. شايفك مبلش فين يا مبين؟ ولاو؟ مسرت رئيس؟ أي رئيس؟ رئيس تحرير. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله وكيلك، كل يوم نفس الشيء. في أخبار إنه إسرائيل تستعد تحتل لبنان. غبية، شو فيها تسوي أكثر من هيك؟ أنا بعرف إنه ناجي ما بيقدر يستغني عن بيروت. هون بيقدر يحكي ويرسم وينتقد. بدك استراحة؟ هناك ما كان عليه خطر. بس هون الله يحمين. شو بتقصد؟ ولا شيء، بس انا خايف ما بعرف ليش. ايوه سامر يا اخي، صلي ساعه بحاول اتصل فيكم. لا ناجي حالته افضل. سامر اكتب عندك بسرعه. رفض الاطباء الانجليز عرض طبيب سوفيتي لمرافقه ناجي العلي اثناء العلاج، وقد ابلغوه الرفض بدون ابداء الاسباب. طيب مع السلامه. اهلين سعاد. غسان شو جابك؟ كنت مستنيكي تخلص. شو عارفك اني هون؟ من امبارح انا وراكي من المستشفى على الاوتيل، من الاوتيل على المستشفى. ليش لهلا حتى حكيت؟ صراحه كنت متردد وخايف. هلا حتى شجعت. فين اعزمك على الغداء؟ لسه بكير على الغداء. طيب على فنجان قهوه. مالي فاضي. ولو خطيبك السابق كيف بيطلع له فنجان قهوه؟ شوف غسان، بدون لف ودوران، اللي شو بدك وخلصني. اذا كان بدك تعرفي لازم نقعد ونحكي. خير. 30,000 فرنك فرنسي كل شهر، وبيت وسيارة. وين؟ عند أوناسيس؟ عم بحكي جد، شغل بمجلة بتصدر بباريس. لتكون قايلهم حسنان هيك اللي جاي، قلي شو قصدك وخلصني. بصراحة بدي ابعدك عن موضوع ناجي العلي. غسان قلي مين اللي بعتك؟ قلبي. وقديش دفع لك قلبك؟ أنا بعدني بحبك يا سعاد، ولازم ابعدك عن هذا الخطر. انت عم تنتحري. ناجي ميت ميت، حتى لو طلع من المستشفى رح يموت. لا ابو
doing? Why haven't you operated on him yet? Why did you refuse the supervision of the Russian doctor? What exactly do you want to do with him? Take her out. She's crazy. مرحبا شباب. اهلين سعاد. طوائف قامت على بعضها والمتاريس بالشوارع وبلش القتل على الهوية. ما محتاجة اسرائيل تتدخل. ولانت حنظلة رح يضل داير وشه وشعبك ايديه ورا ظهره وواقف يتفرج. مين الاخت؟ اخت سعاد محررة الشؤون السياسية. ما تشرفت بالاسم قبل هلا. انا بعرفك وبعرف رسوماتك. يا اخي اعتبرني قارئة وعم بسألك. حنظلة امتى رح يشارك ويتحرك؟ انت بدك تتعاركي وخلاص؟ انا ما بدي اتعارك، انا بتناقش. حنظلة حارس على فلسطين. ما بيخاف ولا بيجامل. ما بيكبر. خرج من فلسطين وعمره 10 سنين. بس بيرجع يكبر. برات فلسطين العمر مش محسوب. والرخويات لأخي شكل رجال. هدول رمز لقيادات عربية وفلسطينية. طيب إسرائيل ليش ما بتركز عليها كتير؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مش القرآن بيقول هيك؟ أنا بعد القوة بكشف الضعف العربي. نحن لا يمكن نواجه عدونا الأساسي إذا صرنا أقوياء. الصدفة الحلوة. أهلين غسان. اتصلت فيك شي 100 مرة على الجريدة ما قدرت أحكيك. ما في لزوم تعذب حالك، الموضوع انتهى، انسى. مين الأستاذ اللي معي؟ إبراهيم جمعة المصمودي. وسعادتك غسان كمان المصمودي؟ مين الاستاذ؟ مناضل سابق، صحفي سابق، شاعر سابق، تاجر سلاح حالي. شاطر. لازم اخذ السيرفيس تبع الصيدا. انت كل يوم تروح على صيدا؟ انا ساكن هنيك. بس انا اليوم عزمتك على عيد زواج ابو الفوارس. ابو الفوارس؟ ابو الفوارس مو غيره؟ ليش في غيره؟ انا فلاح وبالحفلات الرسميه بصير فرشة. معلش يمكن تطلع لك بشكل كاريكاتير. ماشي اوكي. صيدا بطل. نرمين هاي رسالينا. هاي ناجي. نتقابل اليوم. لا تنسى تقعد معنا بالمكتب. سكارا مثلنا، هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا، هل رأى الحب سكارا سكارا؟ مشتاق ناجي العلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا غاده زوجتي. يا غاده الاستاذ ناجي العلي اللي هاري لك اليوم رسوماته اللابعه. اهلا وسهلا استاذ ناجي. تفضل تفضل. امبارح بس يا جماعة كانت معركة مع جماعة ابو الفوارس. حب الشوارع والحواجز بس هو من غير شكل. شايف مع مين عم تحكي؟ هذا كتير مش هيدا من شقة عنه وعمل تنظيم لحاله.
شايف الست الحلوة اللي واقفة هناك؟ شو بها؟ أنا لازم أمشي. اسمعوا يا جماعة اسمعوا، والآن جاء دور الفاكهة. كنت أتمنى أن أقيم هذه الحفلة في بيارتي بفلسطين، وبما أن الصهاينة اغتصبوها فأنا ولكاية بهم قد أقمت بيارتي الجديدة هنا في الطابق العاشر لأثبت لهم أن القضية مستمرة وأن فلسطين باقية. لا بالروح بالدم نبديك يا فلسطين. الكلب اللي بينتزع شجر من أرضه كيف بده يرجع شعب الأرض؟ وأعدوا له ما استطعتم من قوة. الله برافو عليك، دعست ببطنه. طيب شوفي هذه كمان. تعرف ناجي، انت لازم تعمل معرض لرسوماتك وتطبع كتاب. لازم معارض وكتب. امبارح مجموعة من رفقاتنا شافونا ونحن بالحفلة. مالهم؟ فكروك البيوتين تبعي. بقى الشيبة ناجي، انت شاب اكثر من الشباب. ما بدك تاكلي؟ ما انا جاي مشان اعزمك على الغدا. انت تعزميني وانا بدفع. نفوت على ابو احمد نعطيه الرسوم وننزل. مره واحد من حمص تزوج على مراته طلعت هي. اقعد يا ناجي. معلش انا مستعجل. اسمع يا ابو خالد، ابو الفوارس مثل ما انت عارف شخصيه مهمه ونافذه، احتج واشتكى من اللي عملته بالحفله. مش ضروري تفوت بالازاز. ابو احمد لو كنت معي في الحفله وشفت اللي شفته كنت عملت اكثر من اللي عملته. شي ما تصوروا عقل. بعرف يا ناجي، بس انا خايف عليك. بدك تنشرها ولا لا؟ وبنشر ابوها كمان. طب تعال نتغدى سوا. والعزيمه على مين؟ العزيمه عليك والدفع عليا. موافق، اصبقني وانا لاحقك. ناطرينك ابو احمد. بالظاهر عملتها اسرائيل. مانا جد؟ مثل مرة مثل مرة. يا شباب نفس موعد السبع وستين. أهلا بس يا ترى شو أخبار جنوب؟ ماشي. لو وراي؟ عصيبة. يا مجنون مالك سامع؟ دير بالك على حالك. Thank you.
ما في صيدليات فاتحه. اشكلها شويه ثلج بلكي تنزل الحراره. قلت لك انا الف مره ما بحب انام بالمجا في قصف. بعد شوي حطلع لفوق. طيب يا استاذ ولع ما الي كيف يا ابو علي. ما حدا له كيف. امسك الليله هاي غير كل الليل. مش هتيجي. الجيوش العربية مش فاضية. ليه؟ بيحاربوا في حتة تانية؟ معاك ولع. بس ما تولعش هلا. ليه؟ عشان الطيارات؟ لا ما تخافش. أنا هشربها لجوه. شوف إزاي؟ تفتكر الصهاينة هيدخلوا الليلة دي؟ ما بعرف. يعني ايه ما بعرف؟ بيقول انهم دخلوا سور والنبطية. ما سمعتش عن حاجة زي كده؟ لا. الوقت انت مش عايز تتكلم وانا عايز اتكلم، ايه الحل بقى؟ الحل انك تسيبني في حالي يا اخي. صار لك شيء؟ اف 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 لا مش هتحكي بقى؟ عن ايه؟ يعني هتحكي عن العشاق يا خي. مالك؟ ما هو احكي عن الكارثه اللي احنا فيها دي. ليه الدول العربيه ما اتدخلتش لغايه دلوقتي؟ بنت الداية بتعرفها؟ ام سمير هيدي هي. عارف ولدت المعلم بنت المعلم الشهر اللي فات. وين مكانها؟ هنا.
كانت هنا من ساعة بس. حركي اسرع يا اخي. عم بتكسر الحجار يا ابو قاسم، ما تقصرش يا خليل. يلا اشتغلوا يعطيكم العافيه. ناجي شو اللي جابك؟ بدي اروح على بيروت. امن لي طريقه. الاسرائيليه احتلوا تلال عرمون، وهلا في معارك حاميه بالدمور، يعني الطريق كله مقطوع. أكيد في طريقة. أبداً ما فيش. لكن كيف هرب قائد المقاومة لبيروت؟ ما بعرف بس لازم تسمعني. بدك تقعد في المجمع مثل النسوان والعجايز. أنا ما بعرف أقاتل، أنا ما بعرف أرسم. يا ناجي يا صاحبي، نحن مقاتلين، بنحارب بنستشهد مش مهم، في مثلنا كتير، بس أنت ما فيش منك إلا واحد. اسمع، ارسم أنت هون وأنا بأمن لك مقاتلين يوصلوا لك الكاريكاتير على الجريدة. شو رأيك؟ طلع في هود يا حاد العيس، خذ روحي وخليه هون. وانا علي صارت لا بتسمع ولا بتشوف. لكن من هد الطيارات الصايم كيف الفطومة. اسمع اللي بدها تسمع واللي ما بيعجبها ما بتسمعه. سلم لي على امي ولا الحمل الجميل. والله الحرب علمتنا حاجات كتيرة يا ناجي. ولغاية امتى بنقدر نقاوم؟ طول ما في ار بي جي ما بيقدروا يدخلوا الخيم. اشرف على الدبابة. العملية بسيطة، دباباتهم قدامك وسلاحك بيدك، يا قاتل يا مقتول، ما فيش حل ثالث. بدي اقول لك حاجة يا استاذ ناجي، الصهاينة بدهم يمسحوا من الوجود شيء اسمه الخيمات، بس ما راح نتركهم. بالنهار بالليل ما عرفوش يدخلوه، حيشربوا بالنهار.
الوحيد للدفاع والحفاظ على حقنا وكرامتنا وتراثنا. وليدنا هلا ما رجع يا ابو وليد. اكيد انكسر حجزه عند خالته بالضيعة. نداء نداء يا اهالي صيدا، المخربين انهزموا واستسلموا، على جميع الاهالي الخروج من ضيعتهم. كل واحد يحمل رايه بيضا، ومن لم يمتثل للاوامر سيعاقب بشدة. يا اهالي صيدا، يا اهل صيدا استسلموا، المقاومة انتهت، المقاومة انتهت، المقاومة انتهت، فلا نستسلم، اكفوا عن نفقتك يا واطن، فلا نستسلم. مش قادر ابو فادي، استحمل، قربنا نوصل. مش قادر، اوعى تتركيني هون. الله يخليك يا شباب، احملوه، الله يوفقك، احملوه، ايه احملوه، احملوني. مين؟ جيوش العربية. كيف ما بتفتحش رايه غابرة؟ لانا هالفاضية. مالك؟ ها؟ خد يا سعد. يا ماما، وين البابا؟ ليش ما اجي معنا؟ هيلحقنا. ليش ما اجي معنا؟ يمكن تبعنا. لا، قولي الحق، البابا مستأثر بالبيت، انا شفته نايم، ليش ما ظهر معنا؟ خد يا سعد. حتى نصل على الساحة قبل ما يضربونا. ليش يضربونا؟ Thank you.
افتكر ان الوقت فات. انت شو بتعمل هون؟ بقلب عيش. الوقت فات. على ايش؟ على انهم يتميلوا على عينهم وييجوا بقى. بطل تحلم وتعال نقعد. مالك؟ ما ابو فادي اصحى ابو فادي. خلاص هلا منروح. ابو فادي الله يخليك استنى شوي. خلاص تنبيه للجميع، الكل يروح بيته، وبكره الصبح تتجمع الرجاله من سن 12 حتى سن 80، لا يتاخر احد، ومن يتاخر لن يحصل على تصاريح السير، ولن نسمح لاحد بالتجول بدون هذه التصاريح. من 12 سنه حتى سن 80 الرجال فقط، فلسطينيين ولبنانيين. ولدي ولدي ساعدني الله يخليك، منو معي هذا ميت. لك اللي صابك الله يخليك، بدي ادفن بمقبرة الإسراء، ساعدني. دكتور جامع ارحموا سيدتي انا بالثمانين. ليش هيك ما دمت بالثمانين؟ باقي لي 6 شهور بكملهم. مجدي قالت لي روح احسن ما ياذونا، وانا بحاجه للتصريح. لو منك قادر تسند على ركبك اجلس. ما تخاف اجلس خالد اجلس. حتى في الصلاه انا بأدي فروضي وانا جالس. بابا شوف مين هيدول؟ هيدول اللي مقنعين ناس منا وبيرشدوا على اللي كانوا مشتركين بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية. يا لطيف منا؟ الأول كانوا بينادوا على الناس، عرفوهم من صوتهم قتلوهم، وهلأ بأشروا بإيديهم بس. اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء، اللهم لا أسألك رد القضاء. الموت قريب، الموت قريب، من مات فات ومن عاش فات. أيها الناس يسرع على الناس تجيدي، خلاص ما حدش فيه وقت، لازم تيجي بالدروس العربية. عهدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة تنوري. عهدير البوسطة كانت نقلتنا. هتيجي الدروس العربية، هتيجي وهتمسحكم مسح يا ولاد الكلب. تنبيه للجميع، كل واحد عنده 50 سنة يمشي، كل واحد عنده 50 سنة يمشي.
ده اختيار. روح. من اختيار؟ يلا روح شو بدنا فيك. روح بابا روح. ما تخاف علي انا مش طفل. كيف وصلت من صيدا؟ هدول جابتهم بنت من المقاومة الفلسطينية امبارح. أما تسلمهم للإفراج يحطوهم بصدر الصفحة الأخيرة. ما قلت لك أنت بده يجي؟ هدول بعتهم سليم. ليه سليم؟ إيه إيه، حدث فيهم لناجي. أهداف جنوب غصب عنهم. بتسمعي بدلك هلا اللي عم تقدمهم في آخر لحظة. But it doesn't matter. كل خدوم نص هيك بداية السيزون. ده كنز يا ناجي كنز. كل حاجة هنا. It seems. Now I have to go. في أمريكا في المخارج. After you have your lunch. I can't. لازم أنزل بيروت حالا. ما فيش وقت. I have to go. لكن كل الطرقات مقطوعة. ما تخافيش علي. لازم ارسم الصور هاي للجريده. بروح معاك. لوين يا ناجي؟ على بيروت. كيف بتروح والطرقات مقطوعه؟ انت عارف انك مطلوب من الاسرائيليين. شكون بس انهم ما يعرفوك بالساحه. مكاني ابو جريده مو هون. على الحواجز هو اللي مساعده الزلمه. وانا والولاد. انت قويه. ما يتخاف عليك. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي. ريما جبتي أخبار جديدة؟ نسوان بالنبطية وصورة عم يصبوا الزيت المغلي على القوات الإسرائيلية وبخلد جهنم المقاومة اللبنانية والفلسطينية النار والمكان. مش معقول كمية القصص المرمية بالشوارع. وين هالكتاب يكتبوا؟ والله ملاحم ملاحم حقيقية. أخبار أخبار كمان يا ريما. عندي خبر سيء. شو؟ ناجي العالي ماله؟ مسك بالدمور وهو عم بيحاول يدخل بيروت. مين اللي مسكه؟ إسرائيلي. بيقولوا انه شو؟ في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وانا امشي وانا امشي مات؟ مستحيل. اكثر من واحد اكد الخبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسومات اللي بعتها آخر الشيء كانت رسالة وداع. خصص صفحة لأهم الكاريكاتورات اللي رسمتها. صفحة للي بدي اكتب عنهم بالزملاء. وأنا رح أناي في الصفحة الأولى. بس بسم الله الرحمن الرحيم. شو يا اخو شليته ليش تسمرت هيك؟ كأنها بيروتين، واحدة ضاوية والتانية معتمة. شو هيدا؟ هي تورته بمناسبة قيام ناجم الأموات. معلش محلات مسكرة أنا اللي عملتها. والله هيلي، أنت بتظهري مواهب ما كنت بالحسبان أبدا يا سعاد. ماني عارف كيف بدي أشكرك. تاكل منك. ولا كأنه في حصار. هيدا سحر بيروت. الحياة مستمرة والموت عم يحصد البشر. بكفيكم غزل ببيروت وطمنوني كيف طعمت التورته. يا إخوان، أكد موت ناجي عم أفرد دموه. شو هي اللي معك؟ هذه قصيدة رسالة كتبتها لناجي، بدي انشرها يا ابو احمد. فيك تقرأ لنا يا ابو ياسر؟ ناجي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. حاجتك مغامرة يا لينا. شوارع خطر وهي آخر مرة تيجي لهون. شو أنت أرجع مني؟ بدي دمي أجي وجيب لك الفطور. صباح الخير. أهلا أستاذ ناجي، كيفك سعاد؟ ما قلكم حق أبدا تتجولوا بالشوارع، ما حدا بيعرف أمتى تبلش الغارات. تنصحنا ما نتجول؟ بلاقي معكم هالبنت الحلوة؟ هاي خطيبتي لينا. يسلموا لي هالديال. بس أهلا مش وافقين على الخطبة. ليش؟ قال أنا مسلم وهي مسيحية. بعدين هيوافقوا. طمني. في شي بالبحر؟ اليوم الفجر في ثلاث قوارب حاولت تتقدم، بس ما خليناها. الله يحميكم. أستاذ، أنت ما بتخاف؟ من مين؟
من هدول الناس تخان اللي بضحكنا عليهم. انت عارفاهم يبقوا مين؟ ايه طبعا بعرفهم منيح. هدول الجبن قالينا لو ما كانوا جبن ما كانوا خانوا بلدهم. بدك اخاف من جبن؟ والمواطنون ما يلي: قامت قواتنا بإسقاط إحدى الطائرات الإسرائيلية المغيرة من تراس فانتوم، وقامت جماهيرنا الصامدة بإلقاء القبض على طياريها، وإنها لثورة حتى النصر. يا شوارع بيروت الحرب اليومية. Thank you.
مسار دام أكثر من شهرين للعاصمة بيروت، قام خلالها فيليب حبيب بسلسلة من المفاوضات لوقف إطلاق النار وإخراج القوى الفلسطينية التي رأت أن بقائها في العاصمة سيهدد ما تبقى من حياة وبشر نتيجة القصف البربري الغاشم الذي لم يهدأ يوما. لذلك تم الاتفاق على خروج القوى الفلسطينية مع قياداتها بعد أن استبسلت إلى جانب القوى الوطنية اللبنانية في الدفاع عن العاصمة بيروت. ناجي شغلك بإيدك، بس هذا المكان صح؟ حياتكم بيروت لوحدك، دعاني كل بيروت دعاني حتى عينك عم تكتب 20 يوم قتال عنيف، مئات الشهداء والاف الجرحى والسد مقتول. المقاومه ما خلصت يا ناجي، بيروت ما تتكفى منها اننا نتفكى ونهرب، يفوتوا صغيرنا يفوتوا بس يبقى كلنا جوا. ناجي انت ما خلصوا علينا، انا مقاوم وراح اقاوم. الجميع التزم بوقف النار. رشاد خذ الجماعة وروحوا اكتبوا الأماكن اللي بدكم تروحوا لها. والله ما حدا عارف وين بده يروح. أخ رشاد مش معقول، كلنا حزنين، خلوا حزنكم بقلوبكم وقولوا ما بدكم تروحوا. كل واحد يختار بلد، المراكب وصلت وأول مركب بده يتحرك بكرة الصبح. وين بتروح؟ اليمن. الشمالي ولا الجنوبي؟ ولا لك خليها تونس. من فلسطين للأردن، من أردن للبنان، ومن لبنان لوين يا حنظلة؟ والحكي كله عم يوضع حتى طول السكرة عم يتصور عم يتدوزن عم يتظبط بعد وأكتع تيلاين لو قلبي يا وبحبك ضد الحكي الكل كله عم يتدوزن
توداهم. أخوي الشعوب بعمرها ما تموت، المقاومة بدها تستمر. يا شيخ لهالدرجة احنا وصلنا؟ ايه يا بكرة رح نشوف. ايه يا فاميول بلا ما نشوف هالمنظر المقرف. ها ديري على بنات يا فندم. يا نعم قديش بتريد؟ 300 ليرة. ما معنى ندفع بالليرة، معنى الشيكل. نحنا ما بنقبض بالشيكل، ما بنقبض الا بالليره اللبناني. ما بنريد ندفع لبناني، رح تاخذ شيكل. شيكل ما رح ياخذ. ولا كيف بتدفع وانت ضيوفنا؟ الحساب عندي. ما قلت لك ان المقاومه بدها تستمر؟ هاي اللي ناجي جميل ومرير وقاسي. انا اقسمت ابو احمد لو خرجت من حرب لبنان حي لافضح كل هالواقع العربي على الحيطان، لو ما لقيت جريده تنشر لي. مش رح اخلوك يا ناجي، من ايام ما مسكوا البلد والرقابه على الصحف عم تزيد يوم عن يوم. كل اللوحات مرفوضه؟ حاولت كثير معهم. هذه فايدة القصه ما قصه رسومات، حتى تصريح الاقامه رافضين يجددوه. يا راجل تعال قابل زمايلك. الله يخليك ابو محمد، مش هلا هم عارفين انك جاي وبدهم يقابلوك اليوم. بس انا ما بدي اقابل حدا. بعدين بعدين. لا بعدين ولا قبلين، انت هنا بين اسرتك واخواتك. يلا Thank you.
الراجل جاي مخصوص حتى يشوفك. بيهددوني بالقتل مش جايين يشوفوني؟ ما راح اشوفه. يا ناجي كلنا مقدرين موقفك ونحن معك، لكن في ازمه وعم تكبر والسبب بهالازمه رسوماتك. يعني اذا اشوفه حبطل ارسم؟ مش القصد، حاولوا تتفاهموا بس. نتفاهم كيف؟ بدكم الحس بالوهم وانسى الحقيقه. اتفقوا معنا ان انت فلسطيني يا وليد. ليش تفهمني غلط؟ ارسم مثل ما بدك لكن من غير استفزاز يا اخي. اذا ما فارقه معك نفسك فكر بمرضك واولادك. وداد اتركينا لوحدنا. بابا بدي ارجع على لبنان. شو هو المطلوب يا وليد؟ نتعشى عندي وتتكلموا مع بعض من غير عصبية. حاضر. أرجوك يا ناجي كرمالك وكرمال أسرتك سيطر على نفسك بالعشاء. حاضر. عجبك يا ناجي. تسلم الايادي. يا مودييت. من زمان ما اكلنا من هالاكل الطيب. ما بدك تعطيني سيجاره؟ انت ناسي انه كنا اصحاب؟ بنفسك قلتها. كنا. ما فينا نرجع؟ عايزنا نرجع زي زمان. قول لي الزمان يرجع يا زمان. الله يرحمك يا ست. الو. اهلا وداد. ايه موجود وداد يا ناجي. سلم لي عليا وحيدة. ايه ماما؟ لا لسه لسه. حاضر ماما. حاضر. سلامة. كنا بنقول ايه؟ احنا لسه ما قلناش يا ناجي. كل اذان. انت عارف طبعا قديش انا بحبك وبحترمك وبعتز فيك كانسان وكفنان، لكن خليني اقول لك بصراحه، بالايام الاخيره انت زودت العيار حبتين، وخصوصا انه القضيه بتمر بمرحله دقيقه يا اخي. اي قضيه ناجي؟ انا بتكلم جد. انا كمان بتكلم جد. اي قضيه تقصد؟ احنا ما عندناش غير قضيه واحده، قضيه وطننا يا اخي. وهلا وصلت على قديكم لغايه وين؟ لا تركزيني يا ليلى، لا تركزيني. سيبيني اتكلم. سيبيه يتكلم يا ليلى. يا عمي انا راجل غلبان، كل اللي بملكه ورقه بيضه وريشه. سيبوني ارسم. ما بدكم ارسم؟ بالعكس، بدنا اياك ترسم وتكتب كمان اذا بتحب، لكن ايوه دايما لكن. لازم تعرف يا ناجي انه احنا عم نشتغل بظروف صعبه،
تفرض علينا مسؤوليات كبيرة وخطط استراتيجية كمان يمكن مش واضحة لك بالشكل الكافي. وإيه اللي مطلوب مني؟ شيء بسيط في اعتقادي أنه قومي وضروري بالمرحلة هاي. شو هو؟ قليل من الانضباط يا أخي، أعدائنا بيستغلوا رسوماتك. إحنا عارفين أنك فنان والفنان من غير حرية ولا شيء، إنما للحرية حدود. شو قصدك بالحدود؟ نعدك الأوضاع الداخلية يا أخي، خلافاتنا ومشاكلنا لازم تضل جوا البيت. أي بيت؟ هاي العبارة العجيبة اللي اخترعتوها حتى تمرروا كل اللي بدكم تمرروه من غير ما حدا يناقش أو يعترض. خليني أقول لك حاجة يا صاحبي، هالبيت لما دخلوا الشمس والنور هتعشش فيه العناكب والخفافيش ويتحول لمقبرة انتوا حراسها. فيك تقول انتم ليش ما بتتحملوا النقل؟ الحرية حلوة والله والله والله، ما بترجع فلسطين من غير حرية. وين بدك تروح يا ناجي؟ والله وطننا العربي كبير يا أخي، كبير وممتد. أنت ممكن تروح لندن وترسم في القوس الدولية، بس هو بلندن مش راح يكون محمي. وفين بدك أكون محمي يا ليلى؟ ما في مكان في الوطن العربي تقدر تروحه وتكون آمن ومحمي غير هنا. وهنا ممكن أرسم بحريتي؟ ما أعرف العمل، ما في غير لندن تستحملني وتستحمل جنوني. بلندن ما حتكون محمي. فكرك انكم محميين هون ولا بأي مكان من وطننا العربي من المحيط السائر إلى الخليج الهادر؟ أبو محمد هروح لندن. في القلب هيك قالوا الأطباء. أم خالد، أم خالد لازم تتماسكي، لازم نحمد ربنا اللي الله خلصه من عذابه. لازم نقرر وين بدنا ندفن الجسة. عين الحلوة طبعا. شو؟ أخشى أن يكون دفنه بعين الحلوة مستحيل. وصيته يندفن بعين الحلوة، وصيته لازم تتنفذ. سعاد شو دخلك؟ خلي مرته تقرر. مو أنت شو دخلك؟ أنا صديق محمود، يعني صديق العيلة، وبالتالي إذا أنا خايف مثل كل العاقلين اللي خايفين. والعاقلين شو خايفين؟ لو ناجي ندفن بعين الحلوة جنازته رح تنقلب ثورة ورح يروح فيها ناس كتير. حتى هو ميت مخوفكم؟ أفكاري ألتقطها من أحاسيس الناس، ولا أذكر أنني تلقيت يوما نقدا حول رسومي من فئات شعبية. أعلم أنني سأواصل الطريق، فأنا على موعد هناك بعيدا ولن أخلفه. سنلتقي ذات يوم حاملين صورة الوطن في العيون، وسندق ساري علم فلسطين في تراب الوطن، وسنستمر. We'll be right back.